هو في رمضان احسن جو في العام كامل هو رمضان، فيه بزاف المنافع، فيه بزاف الحوايج. عارف بنادم اللي شويه خلاوها الناس دي شحال هذه الجاهلين، هو اللي ما كيعرفش الحق ديال رمضان وشنا هو اللي غيتنفع منه اصلا في رمضان. لا صايمو ولا كيصلي ليه ولا كيعبد فيه ولا يخدم فيه، ماشي نعس الربعة الصباح ويجي يقول راه انا كنت خدام ولا انا كنت. رمضان فيق ليه الفجر، فيق ليه الخدمه، ما تحش بهذا الشيء، ما غتحش به. اللي كحس به وكيدير القطعه هو اللي تيبغي. اما كنفيقوا عادي، انا كنت كنفيق مع كذا الصباح كنمشي للمرسى، 8 الصباح راه كتلقاني هنايا، وفوقاش كنمشي لداري، حتى كيبدل المغرب. وما كنعس ساعتين ثلاثه، وما كنطر من المول، وكنكمي اللي ما كيكميش بنادم، كلهم كيعرفوني شحال تنكمي، كنكمي بزاف. ولكن رمضان حاجه اخرى، كتكون واحد التغطيه كبيره في رمضان. زعما اللي ما عندوش عقل مع رمضان اكثر من جهال، فايد الجو هذا من ليه. هو العام كامل بلا ما كيتسنى هذا الشهير، جي شهر هذا الشهير نكون طرمدن، وطرمدن انت راه ما درتي والو، جبتي الربحه.